لم يكن يعلم طلال العوض وخليل قطان أن آخر أثر سيتركانه فنجان القهوة هذا، ليبقى الشاهد الوحيد على آخر زبون طلب منهم القهوة وهما من دفع ثمنها حياتهما. عند حدود الساعة الخامسة من فجر الاثنين، وبينما كان عوض وقطان قرب فان خليل عوض المجهز لبيع القهوة، توقفت سيارة بداخلها 4 أشخاص. ترجل منها الشاب مارك يمين البالغ من العمر 24 عاما ليطلب القهوة. روايات عدة برزت بين من قال أن طلال العوض طرد مارك بعدما اكتشف أنه مخمور ويتلفظ بعبارات نابية، وبين من قال أن مارك لم تعجبه النسكافيه. أما نتيجة الروايتين فثابتة. بيشيل الفرد وبيطلق الرصاص عليه، يعني بيصيبه بقلبه، وصاحبه قام يعني بيرد عنه عبشوف شو الإشكال، كمان بيقوصه براسه. هول ما جرى دفع بأقرباء عوض إلى مهاجمة محلين تعود ملكيتهما إلى عائلة مارك، على الرغم من تسليم مارك والشبان إلى الأجهزة المختصة. ضربت القوى الأمنية طوقا حول المحال وسيرت الدوريات، وتدخل العقلاء لمنع وقوع فتنة بين أبناء الضيعة الواحدة، وقررت عائلة العوض دفن ابنها في محاولة لضبط الأمور. إشعال النار يحتاج إلى لحظة، وإطفاءه يحتاج إلى سنين عددة. الآن أصبح الجاني بيد القضاء، لا أحد يتفنن بالحرارة فيكن تحتفظ برأيك. الدولة نحن نحتكم إلى دولة، إلى قانون. وهذا عمل طايش وعمل مستنكر جدا، يعني ما حدا بيحب إنه يكون يصير هالشيء هيدي كلها سوا. وبتمنى إنه الأمور تنحصر بالقضايا الشخصية، الإنسان صار كتير رخيص وكل واحد بيطلع عباله يقوس بقوس. يعني نحن ما في عنا لغة صائر، نحن عايشين في بلد، في دولة، في نحن مواطنين عاديين. الشخص اللي هو أقدم على هاي الجريمة، نحن بنطالب الدولة والأجهزة القضائية والأجهزة المختصة إنه هي يعاقب هذا المجرم أشد العقاب. ونحن منطالب الإعدام، تفعيل قانون الإعدام. ما عادش نطالب نحن اليوم بعد 10 سنين و12 سنة اطلع ارجع لقيعة بكزدر وأنا أضبط نفسي، نحن عشيرة. ونحن إذا الدولة ما بتاخذ الحالة نحن بناخذ حقنا. مرة أخرى يحصد السلاح المتفلت أرواح من خرجوا سعيا وراء لقمة العيش، فيما الدولة لا تحضر إلا بعد وقوع الجريمة، وتفرض الأمن والأمان على من جاء ليسترق النظر إلى مصير قد يواجهه في أي لحظة جنون مسلح. حسان الرفاعي، قناة الجديد.